طب في اوروبا بقى، معلش يا كابتن، انا النقطه دي ماسكها كويس عشان برضو انا عايز اشوف مصلحه الحكم قبل ما اتكلم على اخطاء الحكام. في اوروبا الحكام اللي بيشتغلوا بشكل احترافي، هل دول بياخدوا ارقام زي اللاعبين او ارقام ضخمه تامن لهم مستقبلهم، ولا بياخدوا ارقام عاديه؟ في اوروبا بياخدوا يعني مثلا اولا بياخد حوالي 5000 يورو في المباراه، وبعدين بيتعمل بياخد اول بدايه الموسم بياخد مبلغ رقم كبير، وفي نهايه الموسم بياخد مبلغ رقم كبير بيتخللهم بونص في بتاع الدوري، فبيبقى مبالغ كبيره. بس هناك في الدوري الاتحاد الانجليزي عندهم 20 حكم، 20 حكم اللي بيعتمد عليهم او 24 حكم هم اللي بيلعبوا. حضرتك متابع الدوري الانجليزي، تلاقيهم هم اللي بيحكموا، هم اللي بيحكموا، اللي عندهم ان هم يقدروا يطلعوا خامات جديده ولا وخلي بالك سبب نجاح التحكيم الانجليزي قوه المسؤولين او قوه الرابطه بتاعتهم بتحميهم. احنا دلوقتي عندنا الرابطه ابتدت تحمي الحكام الى حد ما، ابتدت اي مدير فني او اي مسؤول بيطلع يهاجم التحكيم بتبتدي تتصدى له. دي برضو يعني ايه عامل مساعد في البدايه. اعتقد الفترات اللي جايه هتبقى اكتر، اعتقد هتبقى في كل ما الدوري بيشتغل وكل ما الرابطه، خلي بالك الرابطه لسه بادئه ما عندهمش خبرات 100%، السنه الجايه عندهم خبرات اكبر، السنه اللي بعدها هتبقى عندهم خبرات اكبر واكبر. فانا شايف ان ده نجاح، بالاضافه حققوا حته التصوير بالنسبه للعربيات بتاعت الفار والكلام ده، الفار يقدروا يشوفوا كويس، يعني عملوا حاجات كويسه. طيب.